أكيد مشاهدين إحنا مستمرين مع الدكتور أحمد الكعبي. دكتور، كنا نتكلم عن محطة براكا، لو تقولنا عن التأثير الاقتصادي للمحطة. أنا ممكن لفتتني معلومة صغيرة في بداية مقدمتنا لهذه الفقرة، أن المحطة راح توفر 25% هذا العام من احتياجات الدولة في الطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة وصديقة البيئة. نعم. تأثير آخر اقتصادي آخر؟ نعم، بس تصحيح للمعلومة. نعم، تفضل. 25% بعد تشغيل الأربع محطات كاملة. شكرا لك دكتور. نعم، فعشان نوضح للمشاهد. أكيد أكيد. نعم، التأثير الاقتصادي طبعا توفير. نعم. تقليل الانبعاثات الكربونية، هذا سيؤدي إلى خفض مساهمة الدولة في محاربة هذا الاحتباس الحراري الذي كل دول العالم الآن تحاول أن تقلل من الاحتباس الحراري في دولها للأجيال القادمة. نعم. وأيضا جعل الشركات المحلية التي ساهمت في إنشاء المحطات النووية وتهيئتها لأن تكون دولية، فمثلا الشركات الوطنية التي ساهمت في إنشاء المحطات النووية في المستقبل عندما هناك تكون دول مجاورة أو دول إقليمية تتبنى الطاقة النووية، ستكون هذه الشركات المحلية التي ساهمت في إنشاء المحطات النووية ولها خبرة، ستكون لها قابلية أن تذهب إلى هذه الدول، وخبرتها ستؤهلها من أن تكون في الشركات التي تساهم في إنشاء المحطات النووية. أكيد. أيضا توفير فرص العمل، أثبتت الدراسات والأبحاث أن بناء المحطات النووية يوفر فرص عمل تزيد عن المحطات التقليدية. نعم. فهذا كله يساهم في تأثير اقتصادي. نعم. للدولة، وأيضا قطاع الطاقة هو عمود الاقتصاد. أكيد. نعم، وخصوصا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبنت اقتصاد المعرفة. نعم. فهذا كله سيؤثر اقتصاديا وإن شاء الله إيجابيا في الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة. نعم، اقتصاد المعرفة والبحث العلمي. دكتور، اليوم إنشاء محطة نووية، هل هذا يدفع بعجلة البحث العلمي أو نعم البحث العلمي إلى الأمام؟ أكيد. نعم. عند وجود محطات نووية تعمل لمدة 60 سنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن يكون هناك جانب من البحث العلمي لدعم هذه المحطات ولتأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وإدارة هذه المحطات. وأيضا نعم. هذا البحث العلمي مهم جدا لدعم هذه المحطات خلال رحلتها في 60 عاما. والحمد لله في دولة الإمارات العربية المتحدة قمنا بأول خطوة لدعم. نعم. هذا المجال والبحث العلمي من خلال إنشاء مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية التي تحتضنه جامعة خليفة، وبدعم من الهيئة الاتحادية للطاقة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية. نعم. سيقوم هذا المركز القيام بمشاريع بحثية معتمدة من الهيئة الاتحادية للطاقة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية لدعم هذه المحطات، وسيقوم الباحثون والأكاديميون والموظفون المبتعثون من هذه الهيئات بعمل هذه الأبحاث في جامعة خليفة. اليوم أنت دكتور ذكرت الكادر الوطني أو تأهيل الكادر الإماراتي. نعم. تكلمنا عن الاستعدادات الفنية والعلمية لتأهيل الكادر الإماراتي. طبعا وجود مثل هذه التكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة يجب أن يكون هناك كفاءات وكوادر وطنية قادرة على تشغيل وإدارة هذه المحطات. نعم. ومن بدايات الإنشاء في هذه المحطات قامت الدولة بابتعاث الموظفين والطلاب وإقامة دورات تدريبية للموظفين للقدرة على تأهيل هذه الكوادر الوطنية. نعم. وأيضا إنشاء قسم للطاقة النووية في جامعة خليفة. نعم. الذي يقوم بالدراسات العليا ويقدم أيضا الماينر في الهندسة النووية لطلاب الهندسة. أكيد. لطلاب البكالوريوس في الهندسة. نعم. ووجود الدراسات العليا مثل الماجستير في الهندسة النووية والدكتوراه في الهندسة ومتخصصة في الهندسة النووية، هذا أيضا يساهم في تأهيل الكادر الوطني. نعم. أيضا لا ننسى أن هناك خبرات عالمية من مختلف دول العالم جاءت. نعم. إلى براكة وساهمت في إنشاء هذه المحطات، واحتكاك الكادر والكفاءة الوطنية مع هذه النخبة، تبادل خبرات سيؤدي إلى تأهيل هذه الكوادر الوطنية إن شاء الله بإذن الله للتشغيل الآمن وللإدارة الآمنة للمحطات النووية بإذن الله. دكتور، جهودكم واضحة واثمرتم. احنا مستمرين معك دكتور، لكن ننتقل مع مشاهدينا الكرام هذا التقرير اللي سلط الضوء